يعني هي خطوة مهمة جدا أو خطوة ممتازة من إدارة نادي الهلال، يعني المباريات أو الدورات اللي هي الدولية والدورات المجمعة خاصة تكسب اللعيبة ثقة في النفس، تكسبهم تجربة جديدة خارج نطاق السودان، تضيف لهم خبرات، يعني مهمة للشباب في الوقت هذا إنه يخوضوا عدد مباريات أكبر واحتكاك أكثر مع فرق خارجية، يعني حتكون في أكيد حيكون في أكثر من فريق من أكثر من دولة في مدارس تكتيكية ومدارس رياضية مختلفة. بالنسبة للهلال السوداني يعني أتوقع بإذن الله أن الشباب اللي موجودين في الفريق يستفيدوا من البطولة هذه بالاحتكاك مع فرق أخرى، إضافة خبرات لهم خبرات مميزة، ف يعني خطوة تحسب لإدارة الهلال، وأتمنى أنه يكون ينسجوا على المنوال خاصة للشباب، يعني أساس أنه يزيدوا من الاحتكاك حقهم، يزيدوا لهم خبرات، يعطوهم يعني ثقة في النفس، يعني الدورات اللي دائما تكون مجمعة أنت بتقابل فرق من مناطق مختلفة بأعمار مختلفة بغض النظر بأعمار مختلفة، فهي بالتأكيد خطوة مميزة لإدارة نادي الهلال، واتمنى التوفيق للفريق انه يكون يقدم مستوى جيد او يستفيد من البطوله هذه بصفه عامه على الصعيد الشخصي والصعيد المعنوي وعلى الصعيد الكروي بصفه عامه. يعني